السلام عليكم، مرحبا بكم مع مريم مع فيديو جديد. ان شاء الله الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا في الصور غادي يكون عبارة عن بيني اللي هو منزلي اقتصادي سهل وماهل البنات، كما كنقول لكم سهل والاهم انه ناجح مع كل مبتدئة وكل مبتدئ. سهل جدا كما كتشوفوا، راه الشكل ديالو كيعبر على المذاق ديالو، والله البنات لو ذقتوه روعه 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 روعه. وكما قلت لكم اقتصادي وفي متناول الجميع ويمكن لكل مبتدئ ولا كل مبتدئه في مجال الطبخ انه يديرو وينجح معه من المره الاولى. فان شاء الله غادي ندوزو للمكونات اللي غنحتاجو في هذا البيني هذا، اللي هو سهل منه ما كاين، نوجدوه لوليداتنا، نوجدوه للكوتي لريوسنا، نوجدوه للضيوف ديالنا، فهو كيحمر الوجه وما مكلفش وساهل، ما كيعذبناش لا في الخدمه ديالو ولا المكونات ديالو، غير مكلفه كما سبق وقلت لكم. فنتلاقاو ان شاء الله في المكونات اولا في المقادير اللي غنحتاجو في هذا البيني هذا. تابعونا الى الاخير ان شاء الله ما تمشيو فين. فبالنسبة للمكونات اللي غنحتاجو في البيني ديالنا، كما كيظهر لكم في الفيديو انها مكونات اقتصادية كما سبق وقلت وفي متناول الجميع. عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق، دقيق الحلويات راه معروف، يعني خدو شي نوعية جيدة، اي نص كيلو ديال الدقيق، جوج معالق ديال الزيت النباتية معالق كبارين، واحد دانون ديال الفاني، ثم ثلاثة المعالق ديال سكر سنيدة معالق كبارين طبعا، ثم عندي معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، خميره ديال العجين، عندي قبيصه ديال الملح، عندي جوج منسم ديال الفاني، عندي خماره واحده من وزن 8 غرام خماره كيماويه، وغنحتاج كاس ديال الماء. فبسم الله نبداو. اول شيء كناخذوا الاناء فاش غنخلطوا الخليط ديالنا ولا فاش غادي نعجنوا الخليط ديالنا ولا البيني ديالنا، كناخذوا اول شيء كاس، دائما كاس العنبه باش كنعبروا، كاس ممتلي من الماء، الماء دافئ كما كتشوفوا راه طايب بحال هكا دافئ، لان غيكون عندنا دانون بارد من الاحسن نديروا الماء دافئ. كنوضعوه في الاناء هو اول شيء، ثم غناخذوا الياغورت ديالنا اولا دانون ديال الفاني، من الاحسن ديروا دانون الفاني. ثم غادي نوضع جوج معالق كبارين ديال الزيت، زيت نباتيه، ثم ثلاثه المعالق كبارين ديال السكر السنيده، حسب الذوق كتبقى السنيده ولكن ثلاثه المعالق في هذا المقياس اللي درت انا كيجي هو هذاك. ثم قبيس هذا الملح لتصحيح الذوق طبعا، ثم كنوضع ايضا ديك معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه ولا خميره ديال العجين، وكتبقى الخميره على حسب الجو، دابا الجو شويه ساخن هذا الشيء علاش اكتفيت بمعلقه واحده، تقدروا نتوما الا كان الجو بارد ديروا جوج. ثم وضعت هنا جوج اكياس ديال الفانيلا ولا الفاني، منسم الفاني، سكر الفاني، ثم كنحاول نخلط بواحد الملعقه على هذا الشكل هذا، غير ندمج دوك المكونات شويه مع بعضياتهم بالمعلقه، مازال غنستعمل يدي فاش غنوضع الدقيق، وغادي نعجن مزيان.
كيف ما كتشوفوا. وكاخر مرحله غادي نوضع الدقيق والخماره. كما قلت لكم في الاول غنوضع غير خماره واحده من فئه 8 غرام. الدقيق راه مغربل عندي ضروري انني كنغربلو البنات كنغربلو في اي حاجه. ثم حتى الخماره راني كنغربلها صافي. انا جاتني 500 غرام ديال الدقيق، اي نص كيلو ديال الدقيق جاتني واقفه في هذا البيني. هذا هي اللي درت. والدقيق راه كيختلف النوعيه ديالو كتختلف، يعني كاين اللي كيتشرب كما كنقول لكم، كاين اللي ما كيتشربش، يعني كاين اللي غتطلب لها اكثر من 500 غرام الا كانت غدير طبعا غير نص كيلو، كاين اللي غتطلب لها اقل على حسب، يعني ما يمكنش يعطيك شي حد يعني عبار مضبوط. صافي هنا العجين ديالي ها هي جمعتها، غنوضعها فوق سطح العمل وغادي نبدا ندلكها مزيان. لو بغيتوا الا كانت عندكم العجانه عجنوها فيها، بغيتوها بيديكم دلكوها بيديكم، لكم الاختيار. هاي العجين ديالي وضعتها فوق سطح العمل، درت شويه ديال الدقيق لانه كتلصق والعجين راه لينه. صافي غادي نبدا كندلك فيها بيديا مزيان مزيان، راه كلشي تيعرف يدلك. صافي غندلكها مزيان، غنعطيها تدلك مزيان حتى ندلكها مزيان. وما راه كاس د الماء اللي درت في الاول هو باش كتافيت البنات، يعني راه ما زدت حتى شي حاجه من بعد منه. صافي يعني و 500 غرام جاتني هي هذيك. صافي غنستمر هكا. من بعد ما دلكت العجين ديالي مزيان، شوفوا القوام ديالها دابا صافي، يعني غادي ندير مرلية المرة الاولى. شوفوا كيفاش كتجي، راه لينه رطيبه يا البنات. في نفس الوقت ماشي بزاف، يعني راعينكم ميزانكم مهم. ما عرفتش نوصل لكم ولكن راه كنظن غتكونوا فهمتوني. صافي غادي نغطيها بسلوفان بحال هكا، ولا غطيوها بحاجه مهم في مكان يكون دافئ طبعا، وغنخليوها تختمر. قد ما اختمرت وتضاعف الحجم ديالها قد ما كان مزيان، وغيسهل عليكم انها تختمر معاكم المره الثانيه ان شاء الله. هنا العجين ديالي من بعد ما تضاعف الحجم ديالو واختمر كما كتشوفوا، شوفوا الحجم ديالو ما بقاش كيف الاول. غادي نحاول طبيعه الحال كنستعين بشويه الدقيق لان العجين لينه كما سبقوا قلت لكم. صافي وغنخويها من داك الهواء. صافي وغادي نقسمها على يعني على قسمين، غنستعين بالدقيق لانها كتلتصق. صافي غنخلي نصف جانبا والنصف الاخر غنحاول نخدم به. غناخذ المدلك ديالي وغادي نسرحه فوق سطح العمل، غنسرحه مزيان. مهم واحد الطبقه اللي ما يكون لا غليظ بزاف لا رقيق. انا غنوريكم كيفاش، هانتوما كتشوفوا معايا، شوفوا البنات ما غليظ ما رقيق. هانتوما شوفوا هنا، خذوا شي كاس بحالي انا، خديت هذا الكاس الحجم ديالو هو اللي عجبني باش نقطع. كانوا عندكم دوك الدوائر قطعوا بهم، المهم قطعوا باش ما بغيتوا زليفه صغيره، ولا بغيتوهم صغار من هكا ديروهم صغار، بغيتوهم كبار داكشي كيبقى الاختيار وكل واحد شنو بغى. صافي انا استعنت بهذا الكاس هذا هو باش كنقطع. كنوضع دوائر هكا كندور، راكم كتشوفوا كلشي كيعرف الطريقه. صافي وغير هكا حتى نقطع العجين ديالي كامله. فاش كنتهي من التقطاع طبيعه الحال ديك العجين ما كنضيعهاش، حتى هي كنجمعها وكنخليها ترتاح في كنديرها في بلاستيك هكا وكنخليها ترتاح. كناخذ الاخرى النصف الاخر كنخدم به على ما كترتاح ليا هذه، وانا كنبقى غدا بنفس الوتيره حتى كنكمل. غناخذ معكم هاد الوحيده تشوفوا كيفاش كيجي السمك ديالها والحجم ديالها، كيجيو بحال البطيبيطات صغيرين ولا بحال العجين ديال البيتزا، وكيجي من السم بالفاني، كتكون فيه ريحه الفاني لان نسمنا بجوج اكياس الفاني وكذلك دانون الفاني، كيجي
رائع في النسمة ديالو. مباشرة البنات كناخدو واحد الإناء ولا بلاطو ولا صينية ولا موضوع فيها واحد المنديل ولا واحد الزيف، وكنبداو كنحطو يعني الدوائر ديالنا صافي، وكنكمل بنفس الطريقة. كناخد داك العجل اللي تبقى عندي وكنبقى بنفس الطريقة، كنسرح بالمدلك وكنقطع بالكاس وكنوضع في المنديل. هنا من بعد ما كملت التقطاع غادي نخليهم يختمروا، غادي نغطيهم ونخليهم يختمروا ويلتقيو. ومن بعد ما اختمروا ليا الدوائر ديالي ولا البيني ديالي اختمر، شوفوا الشكل ديالهم ماشي قبل ما يختمر، شوفوا ها هو انتفخ يعني بانت فيه الخميره. دابا غادي ندوزو للمرحله الاخيره تقريبا. كناخذوا المقلاه فاش كنقليو البنات كنوضعوا فيها الزيت، المهم واحد الكميه، كنخليوها حتى كتسخن مزيان عاد كنبداو نقليو في البيني ديالنا. حتى كتسخن الزيت مزيان عاد كنبداو كنقليو البنات. صافي كنوضعهم بحال هكايا، كنبقى نقلبهم هكايا حتى كينتفخوا عاد كنقلبهم. الا شتوهم وضعتوهم وما بغاوش ينتفخوا معاكم، حاولوا انكم تاخذوا هكا تبقاو تاخذوا الزيت بمعلقه وديروهم لهم من الفوق هكا قطرات كتنتفخ. وهو راه كينتفخ الا كان مختمر مزيان خامر وكلشي بهالطريقه اللي قلت لكم، راه ينتفخ معكم وغيكون ناجح معكم 100%. والسر ديالو راه هو ولا النجاح ديال هذا البيني هذا راه هو يكون منفوخ ينتفخ فاش تكون كتقليه بحال هكايا. صافي كنبقى كنقلب فيه كنقلب فيه حتى كياخد داك اللون اللي بغينا حنايا، داك اللون الذهبي. صافي كنوضع شي صفايه ولا شي كسكاس ولا شي شبيكه بحال هكا وكنحطو كيتقطر. فاش كيتقطر ولكن غير يتقطر ليا من الزيت، صافي كنديرو كنديرو في السنيده هكا كنمرمدو في السنيده صافي، ونخليه جانبا يكون باقي سخون. واخا نخليوه يتقطر من الزيت ولكن يكون باقي سخون باش يشد هذيك السنيده طبعا. واللون راه نتوما كتشوفوا يعني اللون بغيتوه غامق بغيتوه غير شويه، نتوما يعني على حسب شنو بغيتو نتوما واللون اللي حبيتو فيه البيني ديالكم. صافي كنستمر بنفس الشيء حتى كنكمل. من بعد ما كيتقطروا وكنأكد على غير يتقطروا من الزيت ولكن يكونوا باقي سخان كنمرمدوهم في السنيده. انا ماشي هذه الكميه اللي عطاني، راه عطاني اكثر طبعا. غير هنايا كنزين معكم البعض بالسنيده والبعض غنخليه بلا سنيده، حيتاش كاين اللي ما تياكلش كاين اللي ما تيبغيهمش بالسنيده، وهما راه في كلا الحالتين كيجيو بنانين بلا سنيده بلا والو، والله العظيم تيجيو غزالين. لان كما سبق قلت لكم انهم منسمين بنكهه الفاني، كيجيو رائعين وفيهم ريحه الفاني، يا سلام. غنكمل بحال هكا وهانتوما معايا. وكما شفتوا دابا راه واحد الكميه زينتها بالسنيده والكميه خليتها هكذاك بلا والو، حيت كاين اللي ما كيبغيش السنيده هنا في الدار. نتوما لكم الاختيار. يعني هنا ناخذ هذوك البيني اللي وضعت فيهم السنيده ولا اللي زينتهم في السنيده، غادي نحاول انني نفتحهم من الوسط هكا بواحد السكين ولا بمقص ولا باللي بغيتي. شوفوا كيفاش كيجيو بيضه من الداخل. وغادي انا فضلت انني ندهنهم من الداخل بالشكلاط، الشكلاط ديال الدهن ولا شكلاط الاكل طبعا. انتم شوفوا كيفاش كيجي من الداخل، رائع رائع ناجح 100%. والمذاق ما نقول لكمش عليه، يعني شي حاجه يا سلام والله العظيم. صدقوني هالطريقه ناجح ولذيذ لذيذ لذيذ واقتصادي كما قلت لكم اقتصادي. هانتوما شوفوا كناخذ الشكلاط هكا في كيس حلواني ولا في شي بوشيط هكايا ولا اي وسيله، وكنحاول انني ندير من الداخل ولا ديروه بمعلقه. انا درت لكم الطريقتين بجوج، ولكم الاختيار باش دهنوه من الوسط كاين اللي غيدهنوا بكريم باتيسير كاين اللي غيدهنوا كل واحد باش معجب.
والبيني ديالنا كما كتشوفوها هو جاهز. كما شفتوا راني خليت وحدين بلا حتى شي حاجه، وحدين راه زينتهم من بالسنيده من برا ومن الداخل راه مدهونين بشوكولاته الدهن كما كتشوفوا، جاو رائعين شكلا ومذاقا ولا شكلا ومضمونا كما كنقول. نتمنىهم ينالوا الاعجاب ديالكم، واللي ما عمرو ما جربوا في الدار يجربوا. كل مبتدئه راه غينجح معاها، ناجح 100% وما مكلفش كما قلت لكم في البدايه. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عندنا باللايك ديالكم والتعاليق ديالكم المحفزة طبعا. شكرا لكم، إلى اللقاء في فيديو آخر.